السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، النهاردة هنتكلم عن تفسير رؤية فاكهة التفاح. من أفضل الفواكه التي من الممكن أن نراها في المنام، لأن لها معاني جيدة جدا إن شاء الله. فبداية، حينما أرى أنني أزرع شجرة التفاح، هذه الرؤية تدل على أنني سوف أتولى الإنفاق على بعض اليتامى، أو أنني بصفة عامة أنا شخص أحب الإنفاق على المساكين، وأحب فعل الخير إن شاء الله تبارك وتعالى. ولذلك رؤية التفاح وأكله للمرأة الحامل، هذه الرؤية تدل على الصحة الجيدة لها في الفترة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، وبمولودها أيضا إن شاء الله. قطف التفاح للمرأة الحامل، هذه الرؤية تدل على تحقيق أمنية. بمعنى إيه؟ أن هي ممكن يكون عندها أمنية بخلاف الحمل، أمنية عادية زيها زي أي إنسانة، فسوف تتحقق لها هذه الأمنية إن شاء الله تبارك وتعالى. أما إذا كانت أمنيتها بأن يكون الجنين ولدا مثلا ذكر، أو كانت أمنيتها إن هي مثلا عندها ذكور ونفسها في بنت، فربما تكون هذه أيضا هي الأمنية، فسوف تتحقق لها إن شاء الله تبارك وتعالى. رؤية الأعزب للتفاح، تفوق ونجاح وتوفيق في الحياة إن شاء الله تبارك وتعالى. أما رؤية الشاب الأعزب، أن فتاة يعرفها تطعمه تفاح، زواج منها إن شاء الله تبارك وتعالى. رؤية التفاح الأخضر بدل على نقاء صاحب الرؤية، ويدل على يعني أنه يحمل صفات محمودة بإذن الله تبارك وتعالى. وأحيانا التفاح الأخضر يدل على الصحة الجيدة إن شاء الله تبارك وتعالى. أما أكل التفاح الأخضر، هذه الرؤية لها علاقة بالعلم والثقافة، ويعني كثرة العلم لصاحب هذه الرؤية إن شاء الله. واحيانا تدل هذه الرؤيه على الشفاء لو كان مريضا. رؤيه شرب عصير التفاح، هذه الرؤيه رزق كبير جدا، رزق وافر سوف ياتيه في الفتره القادمه. اما رؤيه شجره التفاح تدل على ان هناك يعني حدث عظيم ينتظرك. رؤيه شجره التفاح، التفاح في اوانه استقرار ان شاء الله تبارك وتعالى بالنسبه للمراه المتزوجه، وفي غير اوانه شر ومع شديد الاسف و استعجال بعض الأمور، وربما أخطاء في بعض القرارات إلى آخر هذه الأمور. هدية التفاح من شخص، ربما تدل هذه الرؤية على المحبة التي هي بينك وبين هذا الشخص الذي يعطيك التفاح. رؤية أكل التفاح للمرأة المطلقة، هذه الرؤية تدل على الرزق إن شاء الله تبارك وتعالى لها. رؤية المرأة المتزوجة أنها يعني تأكل التفاح مع زوجها، فهي زوجة طيبة، والعكس صحيح. أما بالنسبة لرؤية أنه يعد التفاح الأخضر يعني كأنه يطبخه، هذه الرؤية تدل على رزق قادم إن شاء الله تبارك وتعالى، ومال قادم إليه. التفاح الأحمر، رؤيته بالنسبة للبنت العزباء تدل على عزة النفس والثقة بالنفس، صفات محمودة بالنسبة للبنت العزباء إن شاء الله. أكل التفاح للبنت العزباء، هذه الرؤية تدل لها على الزواج بفضل الله تبارك وتعالى. أكل التفاح للمرأة المتزوجة بخلاف رؤيته تدل على تحقيق أمنية غالية سوف تتحقق لها إن شاء الله تبارك وتعالى. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.